سلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا ده مش فيديو النهارده عشان ما تصدموش، يعني دي مجمعه اغلبيه، مش كل الفيديوهات اللي على القناه دي، اغلبيه الحاجات اللي احنا عملناها من اول القناه. يعني في حاجات ما حطيتهاش لان هسيبها لكم تحت الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق الفيديوهات. هنا كنا بنعمل لفه العروسه وعملنا انواع الخمار بانواعها، النقاب الماليزي بانواعه، كل حاجة كنا عاملينها على القناة. طبعا انا قلت يعني اجمع لكم شوية من الفيديوهات عشان ما اطولش عليكم، هي حاجات بسيطة كده عشان تشوفوا الحاجات اللي احنا كنا عاملينها على القناة عشان ترجعونها، يعني يبقى حاجة مفيدة. هنا برضو كنا بنعمل الخمار الماليزي، كنت تقولولي التصوير اختلف، الاضاءة اختلفت، المحتوى ذات نفسه ايه رأيكم فيه؟ يعني عايزة اشوف رأيكم فيه، وعايزاكم تكتبولي ايه اللي انتوا عايزين تشوفوها، او المحتوى عايزاكم برضو تكتبولي كل حاجة في التعليق. وبشكركم جدا على تعليقاتكم في الفيديو اللي فات اللي كنت منزلاه اول امبارح عن النقاب الملكي، متشكرة بجد جدا على تعليقاتكم. الفيديو ده انا كنت تعبانة جدا من قيمة سنة، بس برضو قلنا لا ما ينفعش ان احنا ما نصورش فيديوهات، وكنت ساعتها محجوزة في المستشفى، فقلت لا لازم ما اخرج اعمل فيديو. ده النقاب ده كان لفة اول امبارح، النقاب الملكي. عايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم في التصوير، وهل في اختلاف في تصوير الفيديوهات من قيمة سنة، ايه رأيكم؟ وخلاص كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بقى بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده باذن الله يا رب يعجبكم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ما تستغربوش من المنظر اللي انا طالعه بيه ده، احنا كنا بنصور النقاب الملكي والنقاب الشرعي. لو انت مش شفتش الفيديو هسيبه لك تحت في الديسكربشن بوكس او في اول تعليق. النقاب حلو جدا جدا ومريح، وقايله لك تلبسيه ازاي سواء الملكي او الشرعي. النهارده هنعمل النقاب الماليزي، لفه سهله جدا وبسيطه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو يترفع، وكمان كل البنات اللي لابسه النقاب يتعلموا يلبسوه بطريقه متناسقه مع بعضها. بس كده، وتعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انت اول مره تشوفيني. انا صراحه حسن ودي هدير اختي. يلا بقى بينا نعمل النقاب الماليزي. طبعا انا خلاص ده كده هقلعه. في ناس بتشتكي من الطقم الماليزي ان هو بيتعبها من عند العين الرابطه اللي بتتحط، وبرده ما بيستحملوش البندانه البنيه. تمام، انا قبل كده كنت عامله الطقم الماليزي بالبنيه وبالرابطه. تمام، في ناس بقى بيقولوا لي ان احنا ازاي ممكن نلبس الماليزي من غير ما نبين حواجبنا واحنا مش عايزين نحط الرابطه ولا عايزين البنيه. تمام، انا مش جايبه غير اللي هو النقاب والخمار، تمام، ولا جايبه رابطه ولا جايبه البنيه. هيبقى سهل جدا وهيبقى خفيف فعلا وهيداري الحواجب. ازاي بقى؟ اهو النقاب، البسي خلاص. انا من ورا بقى عايزه اعمله بالكحكة، تمام، عايزه ان انا اعمله بالدبوس. تمام، الخمار ده 130 في 130 حاجه زي كده. ده اطول خمار، يعني اول ما عملته كان طويل قوي. تمام اهو، اي بس كده ممكن. تمام اهو، اهو تمام. من هي الحواجب مش باينه، بس هي عشان صاله اربعه من الكلام ده. بقى هلفه باي لفه انا عايزاها، انا كل غرضي من اللفه دي ان انا اداري الحواجب ومن غير بنيه. شايفين؟ انا مش همشي رافعه كده، طبيعي لو رفعت هيبان. انا مش همشي رافعه، يعني ماشيه مغطيه. انا بقى هلف اللفه دي، اللفه العاديه خالص اللي هي دي، بدبوس اهو. ودي يا اما اسيبها كده اهو اللي هي 7، يا اما ارفعها برده بدبوس اهو. تمام، دي لفه اهو. تمام، في لفه تانية برضه بسيطه قوي،
بدل ما اكون بحطها من على هنا برفعها كده، مش برفعها للاخر، انا برفعها حتى بس كده. بدي شكل حلو قوي. دي بقى اللي كنت رافعه، دي بجيبها كده. اهو حرف يسار، بدل ما ارفعها على كتفي ممكن ارفعها حاجه بسيطه، بس انا ما اعرفش هي بقى متحكمه قوي كده ليه. النقاب النقاب الملكي مريح اكتر. ماشي، في ناس بتكون بتحب المريزه عشان بتطقم على بس انا لما لبست النقاب الملكي حسيت ان هو مريح مبحبح كده، اللي هو ايوه ماشي حركه براحتك، لكن ده حاسه انها متكتمه. الملكي بيبقى اسود بس، اما دي الالوان مثلا فمش عايز تلبس بني، مش عايز تلبس الرابطه، فهو بيتلبس كده لبسه سهل جدا جدا جدا، بس هو بيداري كده الحقيقه، وفي نفس الوقت مفيش اي بني او حاجه. بس طبعا احنا كنا عاملين قبل كده الفيديو بالرابطه، كل حاجه برضك هنسيبها لكم تحت الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق بعد ما تخلصي الفيديو، روحي شوفيه. ويلا اشوفك ان شاء الله في فيديوهات تانية جديده. لو انت اول مره تشوفيني انا ساره، ودي هدي اختي، واهم حاجه اللايك عشان الفيديو يترفع، دوس زر السبسكرايب وفعل الجرس. يلا سلام عليكم، في امان الله. دي شويه صور كده من الفيديوهات اللي احنا كنا مصورينها، اسيبكم معاها، وعايزاك تكتبوا لي بقى تعليقات حلوه تحت عشان تشجعوني، وتكتبوا لي ايه المحتوى اللي انتوا عايزين اقدمه الفتره اللي جايه. ويلا السلام عليكم.